قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا حل المشكلات اللهم امين حل المشكلات دا يا الله اللهم امين يا دافع البليات اللهم امين ارفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اللهم امين اقضي حاجاتنا يا الله يا ارحم الراحمين ارحم علينا يا الله يا مسبب الاسباب يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام انت كريم يا الله انت رحيم يا الله انت ستار يا الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره يا رحمن الدنيا والاخره يا رحمن الدنيا والاخره اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله